دي كده تقطيع دي كده الشوي. تقطيع الكبده الشوي، تمام. بتكون شرايح. بتكون شرايح. هل السمك لازم يبقى رفيع خالص ولا بيبقى ازاي؟ يعني وسط عشان ما تنشفش على الجريل، ولو بتتشوي على فحم يبقى تقطع تخينه شويه، تمام. تمام تمام يلا كده دي بينا. الكبده الشمبري. ممكن اقول لحضرتك القلوب والكلاوي برضو، تمام. دي كده الكبده بعد ما الاسكندراني اتقطعت هنطلع حضرتك بيها، اي حاجه تانية انواع تانية بتتقطع؟ هنطلع بيها دلوقتي على النار على طول. خلاص دي اول حاجه كده، اشرح لي ايه اللي بيحصل. ده كده حضرتك ده بيبقى ثوم وفل وكمون، تمام، وكزبره ناشفه، تمام. حضرتك دي الكبده اللي انا لسه مقطعها دلوقتي، والفلفل حسب رغبه الزبون. الحباش اللي هو ايه؟ اللي هي التتبيله. كمون، كزبره، شويه شطه صغيرين، حاجه كده تحبيشه من تحت. هي كده استوت. دي كده اهو خلاص. النار ما تبقى يعني على تبقى حسب واطيه. النار بتاعتي يعني، حسب الاختيار، على حسب يعني. بس هي ما بتاخدش وقت الكبده عامه، لانها طبعا الكبده البلدي ما بتاخدش وقت يعني. الكبده البلدي يعني بتاخد حاجات بسيطه في النار وبتستوي بسرعه يعني. الكبده البلدي ما بتاخدش وقت. طبعا غير الكبده المجمده لما تعرفي الحاجه. ده الشكل النهائي للكبده بعد ما طلعت. ده الشكل النهائي بيبقى فيها تحط اي حاجه على الوش، توابل او حاجه؟ لا هي التوابل بس، انا حطيت توابل عليها. اللي هو الكمون، كمون وكزبره ناشفه وسن الشطه بس. في اي طلبات تانية بتبقى للزبون بيطلبها بشكل خاص؟ في ناس يعني، في ناس ساعات بتطلب الكبده نيه بتاكلها نيه. مش نيه قوي يعني، بتبقى نص سوا. في ناس بتطلب حامي، في ناس بتطلب من غير حامي. دي للكبده اللي هي البلدي. الكبده البلدي يطلبوها نيه او نص سوا؟ والله في ناس بتيجي بتاكلها نيه، يا دوبك شويه ملح بس تاكلها نيه. ودي تلاقي الدكاتره هي اللي قايله لهم عليها، بتبقى مفيده اكتر. بتبقى مفيده. وده اللي ده اللي يدل ده اللي ده دليل ان الحاجه بلدي. صح. طيب احنا عرفنا ان في مشاهير بتجيلك هنا مخصوص. أيوة. في بحري يعني، اي حد ينزل بحري ياكل ايس كريم وكبده اسكندراني. تمام. زي مين مثلا من المشاهير؟ هاني شاكر. احمد. اتفضل. الفنانين اللي بيقول الفنان هاني شاكر، الفنان احمد سعد، تمام. الفنان شريف منير. الفنان شريف منير، تمام. نجوم الكوره طبعا، انا عشان ماليش في الكوره فانا ما اعرفش الاسامي الصراحه. حسام حسن بيجي، تمام. عصام الحضر يجي، جده، حسن مصطفى الله يرحمه، ورجاء الجداوي. انتوا هنا من سنه كام؟ يعني من الثمانينات، احنا بقى لنا بالظبط زي 38 سنه. احنا ما كناش بادئين طبعا بالمطعم ده، الحاج كان بادئ بعربيه، تمام. وبعديها ربنا كرم واشترى المطعم ده. الناس في القاهره وفي بعض المحافظات بيعملوا الكبده بالرده. كلمنا كده الفرق ما بينها وما بين الكبده الاسكندراني. الكبده اللي بالرده دي بتستوى في الليل، تمام. بس احنا هنا مفيش حد في اسكندريه بيعملها، احنا بس هنا الكبده الاسكندراني والكبده المشوي، تمام. بس هي دي اللي احنا بنعملوها هنا في اسكندريه، لكن اي حاجه تانية لا. دايما السر في الكبده ريحتها يعني. تمام. اكتر حاجه تشد في الكبده ريحتها. ايه اللي بيميز الكبده الاسكندراني في ريحتها؟ ايه اللي بيخلي ريحتها تجذب الزبون؟ التوم طبعا. في اي حته التوم والطشه هي اللي بتميز الحاجه. او مش بتميز الحاجه، هي اللي بتطلع ريحه هي اللي بتطلع ريحه للكبده نفسها. تمام. وفي ناس بتطلبها من غير طشه ومن غير اي حاجه ساده كده. بتاكلها بملح وكمون كده بس. تمام. على حسب الزبون. على حسب الزبون ما بيطلب. لو عايزها نيه زي ما قلت لحضرتك بجيبها له نيه.
في ايه تاني بيتميز فيه اسكندريه غير الكبده الاسكندراني؟ غير الكبده الاسكندراني هل مثلا الصدق بطريقه معينه؟ الاسكندراني بتاعنا تمام. وممكن اقول لحضرتك دلوقتي تمام، واحنا اللي بنعمله السجق على ايدينا، اي حاجه بتتصنع مش بنجيبها من بره، احنا بنعملها على ايدينا. اللي بيميز الكبده الكويسه من الوحشه اللي هي بلدي ولا مش بلدي؟ يعني بص حضرتك، مثلا الكبدايه نفسها لو هي بلدي، لو انا ما وريتش حضرتك دلوقتي، لو دوست على الكبدايه نفسها لقيتها طلعت يعني نقط دم بسيطه تمام، دي بلدي تمام. لكن الكبده المجمده طبعا بتلاقيها يعتبر اكنها متفرزه بقالها كتير تمام. وكمان في التسويه، بعد التسويه لو سبتيها، لو سبت الكبده المجمده في الهواء تمام هتلاقيها تخضر. لكن الكبده المجمده لو بقيتيها حتى في الثلاجه، سوري، لو الكبده البلدي لو بقيتيها حتى في الثلاجه لونها مش بيتغير، لونها مش بيتغير تمام؟ تمام، بيطلع نفس اللون اللي حضرتك مطلعاه من الحلبة بس كده. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد، شكرا جدا. جمهور اليوم السابع زي ما احنا شفنا مع بعض الكبده الاسكندراني، هنا التتبيله والكباش زي ما قلنا، الثوم، سر في الثوم والتتبيله والفلفل الاخضر هو سر الكبده الاسكندراني. احنا بنشكركم شكرا جزيلا، احنا من محافظه اسكندريه، وكانت الحلقه النهارده عن سر الكبده الاسكندراني.